الكابتن فتحي مبروك كل ما بيعوزه الاهلي بيلاقيه، كل ما مدير فن بيمشي هو بيجي بيسد مكانه، وبيجي بيعمل لقاءات جامده وبيقف كاني مدير فني اجنبي. مبارياته بيمسك في اوقات صعبه والحمد لله بيكمل المسيره على اجمل وجه، وهو كان لاعب كبير ومدرب كبير، في اوقات صعبه النادي الاهلي بيحتاجه بيلاقيه. هم دول ولاد النادي، هم دول المدربين الاكفاء. كابتن فتحي مبروك غني عن التعريف، وقت الصعبه في الظروف الصعبه بتلاقي راجل بجد. طبعا كابتن فتحي مبروك غني عن التعريف، مباراه القمه بين الاهلي والزمالك طبعا هو مصعد كابتن رمضان صبحي وكابتن كريم بامبو، وعامل انجازات مع النادي الاهلي ومشرف النادي في افريقيا وقدوه يعني في التدريب. اقول له بصراحه ان هو يعني كابتن مبروك ده افضله كتير قوي كلاعب وكمدرب، ودايما بيجيبوه في الازمات. خلي بالك دي مهمه جدا، يعني هو وكابتن زيزو دايما بيجيبوه في الازمات، بس لان هو يعني 100. كابتن فتحي مبروك من احسن الكباتن اللي مسكت فرقه النادي الاهلي في الفترات الانتقاليه، كان ايام فتره التنقلات الكتير جدا بين مدربين، فادى اداء كويس جدا، والماتش كسب الزمالك 2-1 وكسب ماتشات كتير جدا مهمه. كابتن فتحي مبروك احب اوجه له كل الشكر وكل التحيه للفتره اللي قضاها في النادي الاهلي، وهو مدير قطاع الناشئين كمان، كان طلع ناشئين كويسين جدا جدا، فتره لها كريم بامبو والناس دي برضو طلع ناشئين كويسين جدا. وكابتن فتحي مبروك احب اوجه له كل الشكر. يعني كابتن فتحي مبروك يعني كابتن عظيم، واشتغل مع الجوهري وكان ماسك ناشئين الاهلي، وشخصيه عظيمه في الكوره يعني. وكان مره مسك الاهلي في ماتش حرس الحدود وكسبنا 4-0، وادى اداء كويس يعني مع الاهلي، وخرج ناشئين كتير.